بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. وأزكى السلام وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين. أخوتنا وأخواتنا في الله، يا شعب الإباء والفداء، يا أهلنا المقاومين، يا أهلنا المقاومين في عاصمة الثورة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا التجمع المبارك الذي يعقد في أرض عاصمة ثورتنا ستر الإباء، ستر الإباء والشهداء، ومع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق ثورتنا المجيدة، نؤكد على النقاط التالية. أولاً، إن المحاولات المستميتة للعدو الخليفي والمحتل السعودي ومن ورائهما أمريكا وبريطانيا للقضاء على ثورتنا طوال السنوات الأربع قد باءت بالفشل الذريع. وها هو شعبنا البحراني الأبي يتهيأ بإصرار وإرادة وباندفاع ثوري متصاعد لإحياء الذكرى الرابعة لانطلاق ثورته، مجدداً العزم الأكيد على مواصلة هذه الثورة المباركة حتى تحقيق أهدافها السامية. ثانياً، إن واجب الوفاء للشهداء والأسيرات والأسرى والجرحى يتطلب منا جميعاً بذل كل جهد استثنائي يقدمنا خطوات نحو تحقيق النصر المظفر. فلا عودة لما قبل 14 من فبراير، فلا عودة لما قبل 14 من فبراير، ونعم للتقدم نحو تصعيد الحراك الثوري المقاوم. ثالثا، إن الدكتاتور المجرم القاتل سافك الدماء هاتك الأعراض هادم المساجد حمد بن عيسى هو ساقط ودخيل، وليس من صلاحياته أبداً إسقاط الجنسية عن المواطنين الأصلاء الذين عاش آباؤهم وأجدادهم على هذه الأرض الطاهرة منذ مئات السنين. وفي الوقت الذي نعبر فيه عن تضامننا مع المواطنين الأصلاء الذين أسقطت جنسياتهم على خلفية آرائهم السياسية، نؤكد بأن هذه القرارات المجنونة لن تزيد الشعب سوى إصرار على إسقاط الكيان الخليفي الفاقد للشرعية. الشعب يريد إسقاط النظام. ختاماً، نؤكد على أهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة في خطوات إضراب الإباء المترقب. فمعاً يا أبناء شعبنا نحو حريتكم وعزتكم وكرامتكم، لا تهينوا أبداً يا شعب الكرامة، فأنتم الأعلون وأنتم شعب الإباء والكبرياء، وبفضل صبركم وصمودكم ستبزغ شمس الحرية على وطننا الغالي. وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير الأربعاء 4 فبراير شباط 2015 عاصمة الثورة سترة البحرين المحتلة.
يسقط أمام